النهارده بقى حبايب قلبي جيجي هنعمل مع بعض احلى مشروب. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض مشروب منعش قوي كده وجميل، وهيبقى حصري على قناه مطبخ جيجي على قد ايدي، وكمان هيبقى حصري على قناه الشيشه فود. ورمضانك احلى مع جيجي، بكل يوم هبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض، انا وماما هنعمل عصير ايه؟ هنعمل النهارده عصير الجوز الهند، بس جوز الهند اللي هو انهي الحقيقي اللي هو بتاع الشجره نفسه. تمام، بصي عايزه اقول لك ان هو ليه قصه وليه حكايه. تمام، القصه والحكايه بتاعته مش هتعرفوها غير في العيد ان شاء الله باذن الله. على اليوتيوب هينزل فيديو عن الجوز الهند ده، بس ايه، هيكسر الدنيا. في شويه خناقات كده ما بيني وما بين الجوز الهند ده، بس ايه، ضرب نار. لازم تشوف الفيديو بجد بجد، مش هنزله غير ان شاء الله في رمضان. بس هم بعد ما اتخانقوا بقى سابوا نص ساعه، فانا قلت لها طب سيبيها ليه؟ اتعاندنا بقى وما كناش. ساره يا حبيبتي تعالي بقى نعملها عصير. عصير؟ قالت لي عصير ازاي يا ماما؟ قلت لها تعالي اوريك، بس بعد ما شربوا ميتها. طب هاتي لي، خلي لي حبه ميه. قالت لي شربناه. شفتي؟ ما طلعت ميه، ما طلعتش لبن. بقى القصه هتعرفيها على اليوتيوب. لا لا بقى لا 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 لا. استني عشان تعرفي القصه. طب ماشي. ما تحرقيش للناس المفاجاه. بس احنا برضه هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لكم على فكرة عصير. هي في السوق دلوقتي كتير واقفين بيها. موجوده سعرها، على فكره سعرها 20 جنيه، احنا كنا جايبينها ب 20 جنيه. هي كتير قوي. بصي هي على حسب كمان الحجم بتاعها، في اصغر، في تاخديه ب 10 ب 15، وفي اكبر تاخديها ب 25 ب 30. تمام، بتبقى ليها، هي بتبقى ليها شعر كده والكلام ده، كل ده بقى اتشال وكل ده خلاص خلصنا منه وخدنا بقى الخلاصه اللي جوه دي. تعالوا بقى نشوف ماما هتعمل لنا النهارده العصير بتاع جوز الهند الفريش ده ازاي للناس اللي ما بتحبوش قطع كده اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمله ايه. بص يا حبايب قلبي، هنا معانا البوله دي. اللهم صل على، طبعا ده خلاص ده بقى بيترمي، بس احنا بنوريكم ان هو يعني بتاع ال ده الجوز الهند اللي انا ايه اللي انا قشرته من اللي هو طلع. تمام، صح. هحط عليه ايه، معلقه لبن بودره. ايه معلقه ايه؟ حطينا عليه معلقه لبن بودره ومعلقه كريم جانتي. تمام، ايه. عشان يديكي كده بقى قوام ورغوه حلوه. وهي عندها لبن بتاع، ممكن تحطيه ممكن تستغني عنه. بص ده اصامس لبن جوز الهند. أنا تمام، بقولها ممكن لو ما عندكيش في روح جوز الهند. أوه، مفيش خالص. لو بس هو ده، هو ده كفايه قوي. لو بتحبي القشور بتاعت جوز الهند هتحطيها، بس احنا لما نيجي نحط هنحط نقطه بس لان ده مركز عشان ما يمررش. بصي بس نقطة. تمام، وهحط كوباية لبن، كوباية الا ربع، كوباية عادية من التلاجة مش سخنة ولا أي حاجة. لا لا. تمام، لا. هنحط برضو عليه بس مش سكر، هنحط عليه ماما ايه؟ هحط عليه معلقة عسل. هنحط عليه معلقة عسل نحل. علشان كله ما لازم العصير ما تستعملوش سكر، بالذات العصير الفريش. انما العصير اللي هي المعلبه كتانك والحاجات دي ما ينفعش معاها غير سكر على فكره. يعني هو العسل فيه فوائد اكيد طبعا، وفيه شفاء، ومع الصيام ومع الكلام ده وما بيسودش الحاجه. بتفضل بالخير بتاعها. بصوا بقى هي حطت الحاجات دي، هنعمل فيها ايه يا ماما؟ هنضربها في الخلاط. تمام، بس هنضربها كذا ضربه. ايوه، عشان ينعم خالص ويبقى بودنج معايا. اطفي وولعي، اطفي وولعي. تمام، وهنخلي برضو فيه قطع صغيره عشان نحس بالطعم بتاع جوز الهند. مش اكننا بنشرب ميه. لا تمام، انت بتاكلي جوز الهند. هنخرطه بقى في الخلاط ناعم جدا، وبعد كده هنرجع مع بعض ماما تصبه ونشوف شكله بقى ايه، واحلى عصير من ايد ست الحبايب. تعالوا بقى كده نشوف العصير بتاع جوز الهند اللي ماما عملته لنا النهارده شكله ايه. بصوا يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا جوز الهند عامل، بصي بقى قطع جوز الهند. بصي اهي، بصي قطع جميله جدا جدا بعد ما اتضربت كمان في الخلاط. لازم تجربوه وهاتوها اليومين دول، يومينها هجمه الفاكهه دي. هاتوها هتعجبكم جدا جدا جدا. ودي بقى جبنا لكم النهارده الكوكونات. عملنا لكم كوكونات بتاعت رامز. عملنا لكم كوكونات، عايزينكم تدوقوه. بس دي بقى مش الفاكهه اللي هي طعمها وحش دي، عارفين؟ دي الفاكهه الحلوه. هو بيسقيها لهم في الاول اللي هي بيقابلهم بيها، مش بعد كده بقى مش التانيه دي. فيا رب النهارده بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. وشكرا ليكي يا ماما. تسلموا يا ميرسي ليكي ونورتينا. ونشوفكم بقى في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. عليكم السلام حبيبه قلبي، وسلام عليكم احلى ناس، ومع السلامه.